رح نشوف فيديو من الام تي في من عنا على ايام العز، وبتحدى الرجال اليوم يعمل هيك. خلينا نشوف الفيديو. طيب هلا نحن كلنا بحجر منزلي، في ناس ملتزمه وقاعده بالبيت، وفي زباله بعدها عم تطلع على الطرقات، ما تاخذوني يعني بس في زباله بعدها عم تطلع تتجول على الطرقات. معلش خليني اقولها مثل ما هي، بدنا نحترم الكل. ايلي معلش اذا فينا نستعمل غير مصطلحات. في ناس ملتزمه وفي زباله بعدها عم تتنقل على الطرقات ومش فرقانه مع حظر التجول. خليني نشوف. وصلني اليوم بفوت هاي بدك توب يا منيحة. شوف شوف هلا لوين توصل، شفته قبل؟ شوف قد ايه بتمشي هيدي ليك البرميل. وحدة ثانية وحدة ثالثة. اوه اوه تعمل بشرفك مواقف كيف ليك ليك هلا نو واي طالعة طلوع. واو بس ظلوا عاملين سوشيال ديستانسينج، يعني ضل في تقريبا متر مترين بين زباله في كمامات شفناهم نحن كثير فعالين ولازم نستعملهم هودي الاصليات يعني اللي بيمشوا، وفي كمامات بيسوا سرمايه يعني في سرامي صراحه يعني كمان لحقولها مثل ما هي ما لازم تستحي. خلينا نشوف هذا الفيديو. خير لا 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 ولا شفت بعتوا لي ابنك حاسس هيدا. اعطي هلا نصيحه صغيره، كثير اعطيوا نصايح عن كورونا خصوصا بالحجر المنزلي. رح اعطي نصيحه بس بتقتصر على الناس الساكنين بالطابق الاول، ممكن الطابق الثاني يعني كيف يتعاملوا مع الحيوانات. كيف انا بتعرف هلا مع الانتشار وكذا لازم نكون كلنا متفقين. خلينا نشوف هذا الفيديو كيف نتعامل مع الحيوانات. ماشي من الاول هلا انا استغربت كيف نزلوه كيف بطل اوف نزل الكلب That's nice. طلع نزل مثل ما طلع